نستطيع أن نقول إن الجماهير يقولون بالتكبير عند الهوي لسجود التلاوة وعند الرفع منها، الجمهور كذلك يقولون سواء كان ذلك في صلاة وحينئذ لا يعلم اختلاف في التكبير لها، لأن مالكا هو الذي خالف في غير الصلاة، أما الجمهور أيضا على أنه إذا كان في غير الصلاة كبر للهوي لها وللقيام منها. فعليه المسائل الثلاث التي سيقت هذه الليلة هي مسألة أوقات الكراهية، هل تنسحب على سجود التلاوة أم لا؟ نفس الحكم فيها نفس الحكم في الصلوات النوافل، على من يتوجه حكمها. قالوا إذا كان القارئ يقرأ وأنت مررت تستمع إليه وسجد القارئ فهو إمامك تسجد معه، وإذا لم يسجد لا تسجد. أما عن الهوي لها ليحتاج إلى تكبير، فالجمهور على أنها تحتاج إلى تكبير عند الهوي وعند الرفع منها. إذا كان لأحدكم سؤال فيما يتعلق بسجود التلاوة عموما فليتفضل بطرحه. تفضل. سبق البيان عن هذا، هل يلزم الوضوء لسجود التلاوة؟ الذين قاسوها على الصلاة ألزموا بالوضوء، وطائفة من أهل الحديث قالوا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ آية النجم فاسجدوا لله واعبدوا سجد كل من كان معه من المسلمين والمشركين بل والجن كذلك، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء. فهذه حجة فريق المحدثين الذين قالوا إنه لا يلزم لها وضوء، والله أعلم. والقائلين بالإلزام بالوضوء قاسوها على الصلاة، والله أعلم. نعم. المرأة الحائض تسجد للتلاوة نفس الحكم الذي سبق، فطائفة من أهل الحديث يقولون المرأة الحائض أيضا تسجد للتلاوة لأنهم لم يقيسوها على الصلاة، والذين قاسوها على الصلاة منعوها. الفقه قولان لأهل العلم. تفضل. يركب سيارة أو قطار أو أتوبيس أو أي وسيلة مواصلات ولم يستطع أن يسجد للتلاوة سجد بالإيماء، لأن النبي قال في شأن الصلاة التي هي أعظم صل قائما إن لم تستطع فقعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فلا مانع أن يؤمئ. قد ورد عن بعض العلماء أنه يقول ذكرا معينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يسجد، أو في حال عدم استطاعته السجود ولا يثبت هذا، والله أعلم. تفضل. سجدة التلاوة ليس لها ذكر معين مخصوص بها، جل من لا يسهو أو سبحان من لا يسهو لم يثبت أي خبر في تعيين ذكر يقال في سجود التلاوة. نعم. المرأة تجلس في لبس البيت نفس الحكم، هل تقاس على الصلاة فتسجد المرأة بلبس البيت؟ وهذا الذي نجنح إليه وهو رأي طائفة من أهل الحديث، والله أعلم. تفضل. اشتراط المالكية أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما للسامع، فلو قرأت امرأة أو قرأ صبي دون التمييز هل يسجد السامع؟ هذا الكلام الذي اشترطه المالكية أو بعضهم أن يكون القارئ ممن يصلح للإمامة، فعليه إذا قرأت المرأة القرآن في بيتها وسجدت هل يسجد من يستمع إليها من محارمها؟ ما أفاد كلام المالكية أو بعضهم أنهم يمنعون، لكن لا دليل على هذا المنع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل
لا مش ليست إمامة، هي ليست إمامة الصلاة، إنما هي سجود تلاوة في الأصل، تسجد لنفسها. الكلام طبعا ليس لرجال الأجانب، يعني أمك تقرأ وأنت في البيت، فسجدت أمك للتلاوة وتلت آية السجدة، هل تسجد أنت أم لا؟ مالك يقول لا يسجد، لأنها لا، قول من أقوال المالكية، بس مالك يخالفه، يقول روى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. نعم تفضل. هي أول شيء تكلمنا فيه نفس أحكام الصلاة، نفس الشيء، هل يلزم التوجه للقبلة؟ نفس الشيء، الذين قاسوه على الصلاة ألزموا بالتوجه للقبلة، الذين قالوا لا ليست بصلاة لم يلزموا بالتوجه للقبلة، والتوجه للقبلة أحوط. نعم، سماع القارئ في التلفزيون هو إمامك، ما أظنه يسجد ولا يسجد. نعم، بارك الله فيكم وحفظكم الله، وإلى درسنا، درس الناسخ والمنسوخ، وفقكم الله.